أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة يتضمن 4 محاور. المحور الأول في سبب نزول هاتين الآيتين. المحور الثاني حول حق المؤمن في الإسلام، وأن للمؤمنين حق على أخيه المؤمن، فما هي تلك الحقوق. المحور الثالث حول يوم المؤاخاة، وهو يصادف 12 من شهر رمضان المبارك. والمحور الرابع مؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين عليه السلام. أما بالنسبة للمحور الأول، فقد ورد في هذه الآية سبب، أو ذكر سببا لنزول هذه الآية. نذكر ما ذكره أحد المفسرين من العامة، ثم نذكر ما ذكره أحد المفسرين من الخاصة. ولا يوجد تنافي في الواقع، لا يوجد تنافي بينهما. أما الأول فقد ذكر الواحدي في أسباب نزول الآيات. مجمل القضية هكذا: أن النبي صلى الله عليه وآله طلب منه أنس ابن مالك أن يذهب إلى عبد الله بن أبي رأس النفاق. رسول الله صلى الله عليه وآله وافق، فركب على حماره وذهب إلى عبد الله بن أبي. عبد الله رجل منافق، وبالإضافة إلى نفاقه كان يعني حقود يتضمن الحقد على النبي صلى الله عليه وآله. فقال للنبي صلى الله عليه وآله: لقد آذاني ريح حمارك، أو ريحة الحمار قد آذتني. فقال له رجل من الأنصار لحمار رسول الله صلى الله عليه وآله: أطيب ريحا منك، ريحة هذا الحمار أطيب ريحا منك أنت يا عبد الله ابن أبي. فغضب لعبد الله رجل من قومه. عبد الله ابن أبي كان عنده جماعة بالنتيجة، ورأس المنافقين. فغضب، وغضب لكل واحد منهما أصحابه. ذاك الأنصاري هم عند جماعة، هذا هم عند جماعة، وكان بينهما ضرب بالجريد، ظهرا جريد النخل، والأيدي والنعال، حسب تعبيرنا قاموا يشمرون نعلان واحد على الآخر. فبلغنا الواقدي يقول: فبلغنا أنها نزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. انظروا أسباب نزول الآيات للواحدي، صفحة 263. هذا ما ذكره أحد المفسرين من العامة. وأما الخاصة فقد ذكر الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان، قال: نزلت في الأوس والخزرج،
وقع بينهما قتال بالسعف والنعال عن سعيد بن الجبير، هذا ما رواه سعيد. وقيل نزل في رهط عبد الله بن أبي، وذكر القضية التي ذكرها الواحدي في أسباب نزول الآيات. ولا منافات، وممكن هم يعني المطلب عام، القضية عامة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، قد نزلت في تلك القضية وقد نزلت في قضية أخرى. يأتي إن شاء الله عن الخوز والخزرج، عن الأوس والخزرج إن شاء الله سنتحدث. محل الشاهد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآية تتحدث عن علاقة أو علقة ما بين المؤمنين، تقول أن المؤمنين عائلة واحدة، أسرة واحدة، كما أنهم في الأخوة في أسرة واحدة يولدوا لأب واحد، كيف تربطهم العلاقة؟ كذلك المؤمنين هم أخوة، عليهم أن لا يتنازعوا، عليهم أن يتحدوا ويعملوا معا. طيب، وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوون تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. شلون مثال لطيف ورائع. أعضاء البدن هي مترابطة، بحيث هذا مثال سيال، فد واحد إذا بالليل سنة يقوم يوجع، سنة يقوم يوجع، عنده تسوس، الجسد كله يدفع الثمن، هذا الإنسان يبقى سائرا طوال الليل. زين، القدم، الرجل، الرأس، شنو ذنبه؟ لا، هذا الجسد مترابط، إذا أحد أعضاء الجسد اشتكى، إذا تورم، إذا صار فيه جرح، الجسد بتمامه يدفع الثمن، تداعى. بلي، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوان تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول المؤمنين لازم هكذا، المؤمنون أسرة واحدة، إذا أحد المؤمنين تأذى، تعرض لأذية، تعرض لظلم، تعرض لقتل، تعرض لاضطهاد، لابد أن سائر المؤمنين أيضا يحسوا بهذا الألم، يشعروا بهذا الألم. هذا المفهوم جديد، لا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل، هذه الأخوة بين المؤمنين أسسها القرآن، ونرى بعد ذلك لأنه صار تطبيق على أرض الواقع أنه هذه الأخوة بين المؤمنين ساعدت في نشر الإسلام، في تقوية الإسلام، في تقوية المجتمع الإسلامي الجديد. ثم نقرأ في بعض الروايات أن للمؤمن حق على أخيه المؤمن، هناك حقوق لا ينبغي أن تغفل، كما أن للأب حق على ابنه عليكم السلام ورحمة الله، وأن الأم لها الحق على ولدها، وأن الزوج له الحق على زوجته مساكم الله بالخير، والزوجة لها الحق على الزوج، وهكذا المؤمن له الحق على المؤمن الآخر، هناك بعض الحقوق لا بد أن تراعى. هناك روايات عديدة، أنا أكتفي بخبر أو بخبرين. هناك خبر مفصل مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه برواية المعلى بن خنيس، وهو من أصحاب الإمام الصادق، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المؤمن على المؤمن؟ فقال الإمام: إني عليك شفيق، إني أخاف أن تعلم ولا تعمل. ما أقول لك، أحسن لي أن لا أقول لك. إذا تعرف حق المؤمن لازم تعمل، العلم وحده ما يكفي، لازم تطبق. أخاف أن تعلم ولا تعمل وتضيع ولا تحفظ، أعلمك حقوق المؤمنين وتضيعها. قال: قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أبدأ تأسفا.
يريد يستميل الإمام، بالنتيجة يريد يطلع من الإمام. فقال له، قال للمؤمن على المؤمن 7 حقوق واجبة. خلص أوجب عليه 7 حقوق واجبة ما كان يعلم بها. يقول 7 حقوق واجبة وليس منها حق إلا وهو واجب على أخيه، إن ضيع منها حقا خرج من ولاية الله. خلاص هذا يعني مثل الكافر العملي، هذا ضيع حق من حقوق أخيه المؤمن، وترك طاعته ولم يكن له فيها نصيب. زين، ثم بدأ بالحق الأول. أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. هذا أبسط شيء، هذا أول حق للمؤمن على المؤمن، أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. طيب، والثاني أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويديك ورجليك. أن تعينه، يحتاج إلى معونة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى دين، يحتاج إلى قرض. أن تعينه أولا بنفسك وبمالك وبلسانك. أحيانا المؤمن ما يحتاج منك مال، يحتاج منك نصرة باللسان. باللسان. وبالمناسبة في مسألة الغيبة، الغيبة محرمة. إذا استغيب أحد المؤمنين في محضرنا تجب نصرته، تجب نصرته. كيف؟ أن تنتصر لذاك المؤمن، تقول لا هذا الكلام مو صحيح، لا يجوز السكوت، لا بد من النصرة ولو بشيء بسيط. تقول لا بس هو مثلا عنده محاسن أخرى، عنده أمور إيجابية أخرى، لا بد من نصرته. جيد، أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويديك ورجليك، هذا ثاني. الثالث أن تتبع رضاه، تخليه يرضى عنك، المؤمن لازم يرضى عنك، وتجتنب سخطه وتطيع أمره. يأمرك بشيء طيعة، يقول لك تعال وياي فلان يم فلان أحتاج، طيعة. هذا كلام الإمام. تجتنب سخطه، لا تخليه ينقهر، لا تخليه يتأذى. الحق الرابع أن تكون عينه، هذا لطيف جدا لطيف، أن تكون عينه ودليله ومرآته. المؤمن عين المؤمن، تدليه ودليله. هي ما هي وظيفة العين؟ أن تدلي الإنسان، أن تريه الطريق. المؤمن يري أخاه المؤمن الطريق، وأن تكون دليله، ترشده. إذا ضل عن الطريق، إذا انحرف عن الجادة. ومرآته، المرآة، الإنسان ليش لماذا يقف أمام المرآة؟ للتزيين، للتجميل، ليرى العيوب والمعايب في وجهه، في جسده، في شعره. المؤمن مرآة المؤمن، يبين له عيوبه ومعايبه ويستر عليه، لكن خفية مو أمام الناس. من نصح أخاه في العلن فقد أعابه، فقد شتمه. إذا أردت نصيحة المؤمن عليك أن تنصحه بالغيب، أن تنصحه خفية ومرآته. والخامس أن لا تشبع ويجوع وتروى ويظمأ وتكتسي ويعرى. هذا مو مؤمن، اللي هو يشبع وأخوه المؤمن جوعان، وهو يرتوي وأخوه المؤمن يظمأ، ويكتسي وأخوه المؤمن يعرى، عنده ملابس هذا ما عنده ملابس. هذا من حقوق المؤمنين، الأخ المؤمن. الحق السادس، هذا بعد يبين مصادق الإمام الصادق، صار يبين مصادق، أن يكون لك خادم وليس له خادم، ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة تقوم عليه، وأن تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه ويهيئ فراشه. إلى هالدرجة، إلى هالدرجة. هذه يعني فعلا إذا كانت حقوق
واجبة كما يقول الإمام فمصيبتاه على أكثرنا، لأنه قد ضيعنا هذه الحقوق. الحق السابع أن تبر قسمه، إذا أقسم عليك بشيء أن تبر القسم، يعني تسمع كلامه تقبل القسم وتجيب دعوته. أي دعوة؟ هي كانت من صفات الأئمة سلام الله عليهم، إذا دعوا إلى طعام إلى مائدة كانوا يستجيبون، خصوصا الفقراء ما كانوا يرفضون دعوة الفقير. وتعود مرضته، إذا مريض تروح تعوده تزوره. وتشهد جنازته، وإن كانت له حاجة تبادر مبادرة إلى قضائها، ولا تكفله أن يسألكها، لا تنتظر إلى أن هو يطلب منك، عند حاجة يحتاج مساعدة قبل ما هو يسأل التبادر إلى قضاء حاجته. فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك لولايته وولايته بولايتك، عند ذلك قد أديت حق هذا المؤمن. وأكتفي بخبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والله ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. هذا مفهوم جديد للعبادة. نحن نتصور أن العبادة مجرد صلاة، كثرة الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، قراءة الأدعية، الذهاب إلى الحاج إلى العمرة. لا، قضاء حاجة المؤمن هذه عبادة، معاونة المؤمن هذه عبادة، السلوكيات المعاملات أيضا قد تتحول إلى عبادات. نحن نتصور العبادات مجرد في ضمن إطار المسجد، هذه الأعمال العبادية، الصلاة، الركوع، السجود، لا، مساعدة المؤمن هذه عبادة. والله ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. ثم قال: إن المؤمنة أفضل حقا من الكعبة. إن المؤمنة أفضل حقا من الكعبة، المؤمنة إلى حقوق علينا أفضل من الكعبة. هذه المفاهيم غائبة في مجتمعنا، غائبة عنا، ما موجودة الآن بيننا هذه المفاهيم. الآن كثير من الناس يجوعون، يقع في مشكلة، في دين، الله كريم، المهم نحن فقط نهتم لأنفسنا، المهم أنا عندي راتب، المهم أنا إيجاري مدفوع وعندي سيارة وأموري ماشية، كل ما يريد يصير بالآخرين خليه يصير. نعيش حالة أنانية، لا نفكر بالآخرين، لا نفكر بالأخ المؤمن. طيب، هذا المحور الثاني. المحور الثالث وهو ما نعيشه اليوم، هذه المناسبة وهي مناسبة يوم المؤاخاة. وقد قال الله تعالى في هذه المناسبة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعلا النبي صلى الله عليه وآله حينما بعث كان يوجد اقتتال بين العرب، كانوا وحوش، وبعضهم إلى الآن إلى اليوم هم وحوش، كان يوجد بينهما اقتتال وقت، هذه القبيلة عندها معركة مع تلك القبيلة، يوجد قتال وسفك للدماء. رسول الله كان عليه أن يقضي على تلك الحالة، كيف؟ بالمؤاخاة، أن يؤاخي بين المؤمنين، أن يؤاخي بين المسلمين، خصوصا عندما ذهب إلى المدينة المنورة. كان يوجد قبيلتان، الأوس والخزرج، وكان بينهما اقتتال وسفك للدماء. يذكر بعض المفسرين أنه الحروب بين الأوس والخزرج تطاولت 120 سنة، 120 سنة هذول يقتتلون ويتحاربون وبينهما سفك للدماء. جاء النبي صلى الله عليه وآله وآخى بينهما. هذه كانت حركة جدا مهمة، بالإضافة إلى تأسيسه للمسجد اللي هو كان المركز للمدينة المنورة، كان مركز للعبادة ومركز للتعليم ومركز للحكومة،
مركز للإدارة، إدارة الأمة كان في المركز، قام بخطوة سياسية مهمة جدا آخى بين المؤمنين. لكن يذكر المؤرخون أنه كان يوجد مؤاختان للمؤمنين. المؤاخات الأولى حصلت في مكة، وكان هناك مؤاخات ثانية حصلت في المدينة، والتي نحن في يعني في ذكرى في صدد ذكراها هي المؤاخات الثانية التي حصلت في المدينة. قبلها كان يوجد مؤاخات أخرى في مكة المكرمة. نعم، آخى بين المهاجرين، لأنه في مكة فقط كان أكو مهاجرين، عفوا أصلا قضية سالبة من انتفاء الموضوع، حجرة ما كان أكو، يعني قبل الهجرة إلى المدينة الأصحاب الأوائل آخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله على الحق وعلى المواساة، فآخى بين نفسه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما سيأتي، وآخى بين حمزة وزيد بن حارثة مولى النبي، وآخى بين أبا بكر وعمر، وآخى بين عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وآخى بين الزبير ابن العوام وعبد الله ابن مسعود إلى آخره. هذه المؤاخات الأولى التي حصلت في مكة، وكانت هناك مؤاخات ثانية في المدينة، وهذه هي المهم والأساس. كانت هناك أسباب عديدة، إحدى الأسباب أن النبي صلى الله عليه وآله حينما هاجر إلى المدينة وهاجر معه جمع، هؤلاء تركوا عوائلهم في مكة، فكانوا بحاجة إلى عوائل، كانوا بحاجة إلى عائلة. هذا المهاجر جاء إلى المدينة وهو غريب، ليس له أب، ليس له أم، ليس له أخ، ليس له أخت، غريب. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن ماذا؟ يسد تلك الغربة على المهاجرين، هذا من ناحية. ثانيا، بعض المهاجرين كانوا تجار، كانت عندهم تجارة، عندهم محلات، عندهم أموال، تركوا تلك الأموال وتلك التجارات في مكة وجاءوا إلى المدينة، فتضرروا ماديا، تضرروا بالإضافة إلى التضرر المعنوي، فقدوا عوائلهم، فقدوا ماذا؟ تجارتهم، فقدوا أموالهم. ولذا القرآن يحث على الهجرة ويثني على المهاجرين. لماذا؟ لأنهم ضحوا فعلا، الهجرة كانت فيها تضحية، كان فيها تضحية، تركوا عوائلهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة. المؤاخات أولا سدت الغربة، جعل أحد المهاجرين آخى بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، فهذا المهاجر أولا صارت له أسرة، صار عنده عائلة، صار عنده أخ يسد مكان تلك العائلة التي افتقدها والتي تركها في مكة. فمن الناحية العاطفية هذه المؤاخات سدت فت فراغ. السبب الهدف الثاني المواساة المادية، سدت الحاجة المادية، فكان الأنصاري يعطي نصف ماله إلى أخيه المهاجر، وإذا كان له منزلا آخر كان يعطي المنزل الثاني إلى أخيه المهاجر، وهكذا، فقواهم اقتصاديا، سد ذلك الضرر أو عوض عن ذلك الضرر المادي الذي حصل على المهاجر. هذا مطلب، بس بين قوسين أريد أذكر فد مطلب. بسبب هذه المؤاخاة صار الأخ يرث أخاه، يعني المهاجر يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر، صار توارث بينهما إلى هذه المرحلة، أنه صار توارث. بعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاءت الآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن لمدة من الزمان المهاجر كان يرث الأنصاري والأنصاري كان يرث المهاجر،
ثم نسخ هذا الحكم وتبدل هذا الحكم. وهذا يدل على حقيقة مهمة جدا، أن بعض الأحكام الشرعية يراد منها ماذا؟ التوقيت، مؤقتة، جاءت لمصلحة معينة وأدت الغرض، قامت بغرض معين ثم انتهت، ثم انتهت. هذه حقيقة ثابتة، أن بعض الأحكام جاءت، بعض التشريعات مؤقتة وليست مؤبدة إلى الأبد. البعض منا يتصور أن جميع الأحكام باقية إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. كانت أكو توجد بعض الأحكام مؤقتة، هذه حقيقة ثابتة. نعم، هنا ثبت النسخ، ثبت أن هذه أن التوارث بين المهاجر، بين المهاجر والأنصاري قد نسخ، وبعد ذلك لم يكن الأنصاري يرث المهاجر ولا المهاجر يرث الأنصاري، لا، وإنما أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بالنتيجة عندنا أحكام مؤقتة، هذه حقيقة ينبغي أن لا تغيب على ذهن المستنبط والفقيه حينما يأتي إلى الميدان الفقهي ويريد أن يستنبط بعض الأحكام، ويتصور أن بعض الأحكام مطلقة إلى يوم القيامة، لا، بعضها مؤقتة. طيب، المحور الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله حينما آخى بين الصحابة، قالوا لهم تآخوا في الله أخوين، أخوين، آخى بين الجميع سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه، تركه. ففي خبر، نعم، روي عن المجدوح ابن زيد الباهلي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار، فبكى علي عليه السلام، فقال له رسول الله ما يبكيك؟ فقال لم تآخ بيني وبين أحد. فقال إنما ادخرتك لنفسي، أنا تاركك إلي، إنما ادخرتك لنفسي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا في خبر. وفي خبر آخر، آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين بمكة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة، وقال في كل واحدة منهما لعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة، أخي أقوى بلي، وآخى بينه وبين نفسه. وهكذا مجموعة من مصادر أبناء العامة تذكر هذه القضية، تذكر قضية المؤاخاة، منها كتاب أسد الغابة لابن الأثير، والاستيعاب لابن عبد البر، والإصابة لابن حجر العسقلاني، والسيرة النبوية لابن هشام، والطبقات الكبرى لابن سعد، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وتذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، وسنن الترمذي، وشرح نهج البلاغ لابن أبي الحديد، ومجمع الزوائد للهيثمي. هذه المصادر تذكر قضية المؤاخاة، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله أخى بينه وبين أمير المؤمنين. هذه كانت خصوصية لا يمكن أن يدعيها أحد، هم ادعوا فضائل أخرى لأمير المؤمنين، مثلا لقب الصديق، هذا كان من ألقاب أمير المؤمنين، لقب أمير المؤمنين، هذا العنوان من خواص علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، إلا الأخوة، الأخوة لم يدعها أحد، لأنها قضية ثابتة 100% ومتواترة عندهم وفي كتبهم، ولذا ماكو أحد تمكن أو تجرأ أن يدعي أخوة النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه. كان لطالما ذكرهم بهذا، أن أنا أخو النبي صلى الله عليه وآله، آخى بيني وبينه مرتين على الأقل. وأما تصريح النبي بذلك فمرات عديدة وعديدة، منها يوم الدار عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، رفع يد أمير المؤمنين عليه السلام وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوه. من تلك الفترة النبي صلى الله عليه وآله كان يصرح بأن علي بن أبي طالب أخا له. نسأل الله أن يرزقنا شفاعته وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.